الطرشي المفضل عندنا كلنا اعتقد. جنب الاكل لازم يكون طرشي باعشاب المعطره واكيد ورد الجوري او المحمدي، ريحته تخبل. لطيف، احسن من كيمتشي. مرحبا جميعا، شو اخباركم؟ رجعت لكم من بعد فتره طويله، كنت بسفر، فاجيت لكم اليوم بوصفه الطرشي. يعني هذا الطرشي يكون واحد من ألذ الطرشي اللي موجود. اللي يخلي هذا الطرشي يكون جدا لذيذ هو اولا يشمل 6 انواع خضار، وثانيا استخدمت انا مثل ما قلت اعشاب معطره وبهارات بعد، فينطي نكهه جدا لذيذه للطرشي. انا قطعت الخضروات بهذا الحجم، فانتوا اكيد بيكم تغيرون او تكثرون او تنقصون. حتى انا حبيت يعني اخلي الخضار كطبقات، بس انتوا اكيد اذا تحبون بيكم تخلطون الخضروات مع بعض. ومثل ما تشوفون يعني سويت التوابل، وراح اخليه ما بين الخضروات بذور الكزبرة، جوز الطيب، وفلفل أسود هو يكون من أساسيات الطرشي. بس إذا تريدون تغيرون بيكم مثلا تضيفون شوية دارسين، أو حتى تضيفون شوية كمون طبعا حسب الأذواق، أو تضيفون أو تحذفون. بهذا النوع طرشي الكركم غالبا يستخدم، بس لا تكثرون به، وأكيد لا تنسون استخدام أعشاب الجاف. أنا خليت نعناع وزعتر، بس أكيد الشبنت أو الطرخون يكون جدا لذيذ. أنا ضفت هذا الفلفل الحار بين الخضار، سوى الطرشي حار سبايسي، بس أكيد إذا ما تريدون بيكم تحذفونه. أنا نسيت أضيف الملح مع البهارات، فيعني بالأخير ضفت الملح فوق والخل كله نزله تحت. على فكرة ما تحتاجون تضيفون ماي، بس خل كافي، والبطل الأفضل يكون زجاج، يعني لا تستخدمون بلاستيك. واحتفظوا بالطرشي بمكان بارد ومظلم، أكيد بعيد من الشمس، ومن بعد كم شهر يكون جاهز. ألف عافية مقدماً.